على فين إن شاء الله؟ رايحة اسكندرية تاني؟ وإيه حكاية اسكندرية بقى اللي طلع في المقدر الجديد دي؟ كل يومين راحة فين؟ راحة اسكندرية، جاية منين؟ جاية من اسكندرية، وإيه الحكاية يا منار؟ أنت عارف إن في بنت يتيمة وأنا بعطف عليها. أنا ما قلتش حاجة، اعطفي زي ما أنت عايزة، لكن الموضوع دوت مش مستاهل سفر يعني وشحططة كل شوية. إيه؟ شاكك إن أنا أعرف حد غيرك؟ عمري ما شكيت فيكي، ومن الناحية دي اطمني، أصل اللي بتبقى معايا عمرها ما تبص لغيري. إنما أنت تبص عادي. أهو ابتدينا بقى في الجنان الرسمي. مش مستاهلة. منار، جالي مسج على الموبايل إن أنت سحبتي 500,000 جنيه من حساب البنك. ممكن أعرف بتوع إيه دول؟ هشتري بيهم حاجة لنفسي. طالما مش فلوسك ما تسألش، ومش معنى إن موبايلك متسجل على الأكونت بتاعي في البنك يبقى من حقك تحاسبني. دي فلوسي وإرثي عن أمي وأبويا. عندك حق، ضيعيهم براحتك، بس ما ترجعيش في الآخر وتعيطي. أعيط؟ أعيط عشان شوية ورق؟ في حاجات في الدنيا كتير قوي أهم من الفلوس، بس الناس مش واخدة بالها. أبعت معاك السواق؟ لا، بحب أسافر بالقطر عشان أشوف الدنيا. الدنيا بقت مسخة وكئيبة وزي القرف. عندك حق. ايوه سارة، انا خفت اكلمك لحسن يكون شريف جنبك. لما ينزل يبقى يكلميني. اعملي حسابك ان احنا هنبات مع بعض النهارده. المجنونه دي سافرت اسكندريه خلاص، مش هترجع الليله دي. يعني هنقضيها براحتنا. وحشتيني. اوعي تقولي حاجه من اللي قلتها لك دي لعمر او لزياد. حافظي على شكلي وشكلك قدام أهل جوزك وقدام أهل مرات عمر. محدش يعرف إن أبوكي كان تاجر مخدرات أو إن ليكي أخت. الله أعلم شكلها عامل إزاي دلوقتي. أنتي ليه ما سألتيش عنها السنين دي كلها؟ قلت لك يا بنتي ما كانش ينفع، ما كانش قدام اختيارات. ابراهيم الله يرحمه كان طالب مني كده، ان اقفل باب الماضي وما افتحهوش تاني. خلي بالك، محدش من امامك يعرف اني كنت متجوزه قبل كده او اني ليكي اخت. انتي بنتي الوحيده، فهماني يا منار؟ افهم انت جايبانا هنا ليه؟ وايه هو السر الخطير اللي عايزه تقوله لي بعيد عن زياد وهند؟ هتقولي لي ان زياد مطلع عينك ومشتغل عيشه معاك، مش كده؟ لا مش عارف. ماما منار حبيبتي، انت من ساعه وفاه ماما الله يرحمها وانت احوالك كلها متغيره، دايما لابسه الاسود. مش منطق ان احنا نختصر الحزن في لون بنلبسه، مش كده؟ انت بقالك 6 شهور ما قلعتيش الاسود يا منار. اهدي طيب، اهدي. انا عندي فكره، لو انت عملتيها هتقربك من زياد وهتخلي حياتك مبسوطه قوي. منار، ايه رايك لو تجيبي له بيبي؟
هو الأشعات والتحاليل بتقول إن إحنا عندنا مشكلة في التبويض، وهيبقى في صعوبة في حدوث الحمل. ولا بحقن مجاري؟ أو تلقيح صناعي؟ لا، هو التحاليل بتقول إن إحنا عندنا فشل في وظيفة المبيض ما قبل الميعاد، فيبقى في صعوبة في حدوث الحمل. بس طبعا ده كله بإرادة ربنا.